لا برافو عليكم النهارده بجد، يعني مستوى بيتحسن، واعتقد ان كل واحد فيكم شايف مستواه بيتحسن ازاي من كل يوم للتاني. لا الماتش نفسه جامد خطير يعني. يعني الماتش راح وجه، هما كانوا كويسين في فترات وانتوا كنتوا كويسين في فترات، وبعدين رجعوا هما بقوا كويسين، وبعدين انتوا في اخر الماتش خلاص بقى ابتديتوا تسيطروا على الماتش كذا فرصه، واحده والتانيه والتالته. بعد الماتش توجه كابتن جمال حمزه ناحيه لعيبه فريق مدحت فقوسة اللي قدروا يحسموا اللقاء لصالحهم، وهناهم على ادائهم طول المباراه. دلوقتي معانا شاره، والشاره دي شاره غاليه قوي، شاره كلير اللي هتوصل واحد فيكم للنهائي، يا مع فرقته يا لا قدر الله مش مع فرقته. بس انتوا المفروض يعني بالتلات لعيبه اللي جايين لكم من فرقه طارق، فانتوا كده بقيتوا دريم تيم. المفروض بصراحه المفروض. ف جمال الشاره بتاعتك، عايزك تطلع لي تلات لعيبه ولا اختار واحد؟ احسن ثلاثه، عايز تختار لي احسن ثلاثه شفتهم النهارده في الماتش. قوم حارس. هلا تعال. ايوه اضحك كده. محمد حسن. تعالى محمد حسن. هتعرف تلبس الشاره؟ دلوقتي بقيت كويس. دلوقتي ايدك خفت. شمال تعالى لسه في اليمين. ايده متعوره، ايده متعوره. دلوقتي خفيت. رقم 5 عبد الله. تعال يا عبد الله. كل اللي متصابين تعال. معرفش ايه الدراعات دي كلها. احلى حاجه في عبد الله ايه بقى؟ في واحد من جبس. ايوه صح. عايز كواليس صغيره كده. الجول الثالث وهي 2-1، وعبد الله طالع يجري عشان يزيد معاهم، عمال يقول له اقف يالا اقف يالا، راح باصص لي كده وراح مكمل. هو اللي عمل الاسيست. كابتن جمال حمزه رشح ثلاث لاعبين من فرقه سمير كمونه للفوز بشاره الكلير الذهبيه: حارس المرمى احمد رمضان، محمد حسن، وعبد الله اسلام. هتختار مين يا جيمي؟ مبروك يا عبد الله. بعدها كان قراره بمنح الشاره للاعب عبد الله اسلام. مبروك.